قرية بيبيرا الرومانية الصغيرة في ذعر. الطفلة آلينا باسكارو ذات العامين وقعت في بئر وهي محشورة بين الجدار والدلو. إنها محاصرة على عمق 5 أمتار، لكن البئر ما زال أعمق. طوال 6 ساعات جربوا كل شيء، لكن الطفلة خائفة جدا ولا تستطيع الإمساك بالحبل، والبئر أضيق من أن يتسع لرجل إنقاذ. طواقم محطات الأخبار يتوسلون الجماهير لتقديم الاقتراحات. الأم ترفض السماح لأحد بمواساتها، والأب بالكاد يستطيع التحرك. وفجأة تتقدم فتاة نحيفة اسمها خوانا فورنيكا وتتطوع للنزول في البئر. سيكون عليها حشر جسمها والنزول 5 أمتار في ظلام حالك ورأسها إلى الأسفل. يطلب من الجمهور الصمت لينصت الرجال لتوجيهات الفتاة. فجأة تصرخ طالبة أن يخرجوها، لكنها تخرج خاوية الوفاض. لم تستطع تحرير الطفلة، تقول إنها تجد صعوبة في التحرك، لكن بعد أن تلتقط إخوان أنفاسها تطلب منحها فرصة أخرى، وربما تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الطفلة. عندما تدخل البئر يحبس ملايين الناس في البلاد أنفاسهم. الطفلة في أمان، مصدومة وتعاني انخفاضا في درجة الحرارة، لكنها ستكون بخير. كافأ المحافظ إخوانا بقطعة أرض وقدم لها مشاهدو التلفاز 5000 دولار، وأصبحت آلينا معشوقة البلد الذي رآها تسحب من حفرة الموت. كما رأينا عندما تكون